ايه في ايه؟ انت مين؟ اركب عربيتك وشوف لك ركنه في مكان تاني. انا باركن هنا كل يوم يا عم. مقفول النهارده في صيانه. صيانه ايه؟ انت هترغي؟ اتكل على الله. بقى انا فناطك وانا طائك وافتح لك طاقه القدر وانت تعملي معايا الدنيا. جريان يا زباش، هو انا كنت عملت ايه يعني؟ خلي الحوار في الدغري عشان الكلام يجي في العدل، لان اي حواديه معايا اخرتها سد. ونعم الشريفه ما عملت حاجه، ده انا بنت غلبانه بجري ورا لو بتعيش. الكلام ده تقوليه لاي واد كورك تسلميه، انما مش لناس. ابو سيدك ابو سيدك سمح المره دي. هي المره عندي مره واحده بس، والبرهان قدامي اهو. جتة ملهاش متوى، وبيتكو خلاص بقىكم تراب. يعني انت دلوقتي يا حلوة بقيت في الطل، صلت ومعيت. أبو سيدك اعتبرني بقى لسه رجليك، سمح المرة دي اعتقني أبو سيدك الله يخليك. ما تخافيش، أنا مش هموتك برصاصة ولا بضربة سكينة ولا بضربة مطوة ولا محروقة. عارفة كل ده ليه؟ لأن انت غالية عندي قوي. إنما أنا بقى هموتك موتة عالكيف. أصل العيال اللي ورايا دول كل واحد فيهم عاوز حتة منك. يلا يا ولاد اتعشوا. حاولي لا اعملوا كل اللي نفسكم فيه عشان أنا عايز أتموت بمزاج. يا باشا يا باشا يا باشا. حكومة إيه؟ حكومة. اخلع أنت وهو حكومة. كانوا هنا يا باشا. هما راحوا فين؟ معرفش. والجراج ده بيبقى ضلمه كده على طول؟ عمره ما كان ضلمه. طب قدام وريني. اتفضل. تعالى. يا رب استرها. استرها معانا والنبي يا رب. يا رب. ده أنا تايب وناوي على الاستقامة. مش عدل نبي يا رب. أنا تعبت من الاختبارات بقى. كفاية اختبارات كفاية والنبي. سترك سترك عشان خاطري نبي يا رب استرها معي. اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بتكلم مين يا بيبي موطي صوتك كده؟ بسم الله من الشيطان الرجيم. والمصحف والمصحف بكلم ربنا. يا راجل يعني مش بتمسح الرسائل كالعاده يا بيبي؟ رسائلي رسائلي ده الدعاء ده هو. انا كنت بقرا الدعاء بتاعنا عشان ربنا يكرمنا مع بعض ويصرف عنا الشيطان. طب تعالى يا اخويا نصرفه مع بعض الجو. تعالى. برضه مش مصدقيني. لا حول ولا قوه الا بالله. اشمعنى زمان كانوا بيصدقوني مع ان كان كل كلامي كده؟ استرها معانا يا رب استرها معانا. والله العظيم والله العظيم كنت واقف بقول الدعاء اللي هو الدعاء بتاعنا. بطل الكذب بقى يا عمر ارجوك. انا سامعاك في وداني وانت بتتكلم، واول ما شفتني قفلت التليفون على طول. فين ده فين ده؟ ادي التليفون ادي التليفون. بصي شوفي في رساله في مكالمه. مش بصي بنفسك. لا والله هتمسحها كالعاده. ما انت بتمسح المسجات والتليفونات كلها كل يوم. يا حبيبتي ما هي دي مسجات المرضى، استفسارات العيانين والعيانات. اخليها ليه على تليفوني؟ انت كل يوم بتثبت لي ان احنا اتسرعنا في الجوازه دي يا عمر. يوه وانا كل ما اتكلم معاك هتقولي البق الخيبان ده في ايه بقى؟
عشان دي الحقيقه يا عمر. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا احس ان انا مراتك وعملت كل اللي اقدر عليه، وانت ولا انت هنا دايما بتهرب مني باي حجه. دي اول مره في حياتي ارقص. كلامي بجد النبي، انت رأسك خطير، ده عجبني جدا. عمر انت مستفز قوي يا عمر، مستفز جدا. مستفز جدا ليه؟ يوه استني بس، استني، انا بهزر معاكي، بهزر يعني، عشان بدل ما انت معقده ومكلكعه كده بفكك. بدل ما انا مكلكعه ومعقده كده فك انت بقى يا عمر. لا 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 لا، حس بيا انت بقى يا عمر. صلي على النبي يا ماما. انا خلاص تعبت يا عمر. راح يا ماما، مش كده، اوعى كده، عايز انام يا عمر، اوعى كده. طيب طيب، جهزت كل حاجه؟ العينات تمام وست بحضرها جوه. طيب مفيش اي حد من اخواتنا البعض دول في المستشفى؟ كلهم مشوا، مفيش حد موجود الا اللي تبعنا. وصفو لسه شايفها من شويه، خلصت نبطشيتها ومشت. الحق العينات بتاعتنا حطيتها في مكانها، شلنا الاستنكار وظبطنا كل حاجه. اهو كده كده الواحد بقى يشتغل وضميره مستريح. طول عمرك امير وابن حلال يا دكتور. الله يا خبر، مش قلت لك يا دكتوره؟ بياخدوا عينات الدكتور عمر ويحطوا مكانها عينات الحاله بتاعتهم اللي مفيش منها فايده. ودي مش اول مره على فكره. انا هختفي انا بقى، بس واحد يا دكتوره يحس باي حاجه ده اروح انا في داهيه. ده هم اللي هيروحوا في 60 داهيه. صفوه غازي، انت ايه طالعه كده لمين؟ مفيش اي دم، مفيش تحمل مسؤوليه، بتبصي لي كده ليه؟ تقصدي ايه؟ ما قصدش حاجه يا مامي، بس انا من حقي ان انا اغير جو، زهقانه، هطق، هموت. هو انت في حد عايش عيشتك؟ ده انت عايشه على مزاجك، الجامعه وخلصتيها بالعافيه، ومن ساعتها مقضيها هلس وسهر، الا ما فكرتي مره تيجي تقفي مع ابوكي في الحمله. كفايه انت واقفه معاه؟ تمام. وانت ما تقفيش معانا ليه ان شاء الله؟ مش لو باباكي نجح الخير هيعم علينا كلنا؟ لا بس انا مش هبقى سيده مصر الاولى. انت بتتريقي عليا؟ لا انا بس عايزه اعرف حضرتك مين المستفيد. انتي قللت الادب وما تربيتيش. بدل ما تفضلي تشتمي وتهزقي وتمدي ايدك، روحي شوفي جوزك بيعمل ايه من وراكي. انتي بتقولي ايه؟ جوزك سياده الرئيس المنتظر، زي ما باع مبادئه القديمه واحلامه الورديه مع اول دق للكرسي، باع حضرتك يا مدام، وبيجري ورا بنت اصغر مني في السن، وبكره هتشوفي صوره مع الفيسبوك. عفا ربيع، الكلام ده صحيح؟ صحيح وبتاع ايه؟ انت بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ امال ايه حكايه الصور اللي بتقول عليها دي؟ هي صوره خدوها لي واحده من الجمهور بتاعك، كانت واقفه جنبي. دي تبقى مصيبه لو نزلت على الفيسبوك. انت عارفه ان الفيسبوك ده بيلزق لي اي حاجه كل يوم. انا لازم اكلم شباب الحمله يعملوا سيرش عليه حالا. ميار انت بتصدقي الكلام ده؟ انا خايفه لحاجه زي كده تنزل تضيع علينا الدنيا، تبوظ لنا كل اللي احنا عملناه. مش عايز سمعتك تتلط، الموضوع ده ياثر عليك جدا وياثر عليا، لازم اكلمهم حالا. الو، ايوه يا عادل، اسمعني كويس. ادينا جينا البيت وسيبنا النصابين يسرقوا ويعملوا عمليات في الدرع علشان نعرف نتكلم. تفضل اتكلم يا دكتور، بس اللي انا عايزاك تعرفه كويس اني مش هسكت. لا يا حبيبتي هتسكتي. انت بتقول ايه يا غازي؟ ده انا شايفاهم بعناية بيسرقوا عينات الدكتور عمر وتقول لي اسكت؟ ما هو ده اللي هيحصل يا روحي. انا مش قادره افهمك. مش مهم، المهم انك تعملي اللي انا اقولك عليه. ده انا كنت فاكرك هتاخدني ونطلع على النقابه ولا النيابه عشان نبلغ، تقوم تقول لي كده؟ طاعه الزوج فرض يا صفوة. فرض؟ انا بقول لك حراميه ويعلم ايه تاني؟ برضه مش هتتكلمي؟ اوعى تكون. ايوه يعني لو عايزه تبلغي عنهم بلغي عني انا الاول.
غازي انت شريكه؟ ها قلت ايه؟ هتودي جوزك السجن؟ والنبي يا اخويا خد بيدي احسن مش قادره. تعالي تعالي. ندى انت تاني؟ دكتور عمر يا ما حسن استضاف. وانا صلاح. اتنيل اتنيل وشيل الشنطه وخش جوه. طب اسندها شويه بس. خش جوه وشيل الشنطه. انت عارف يا دكتور ان انا عندي نزع انساني. يلا يا ابو نزعه. كل حاجه مكوش عليها. ما تبرطنش. طب انت مش هتبطلي حركاتك دي؟ حركات ايه يا حبيبي؟ هو انت مش دكتور نسا ودي مستشفى وانا واحده حامل؟ ما هو برضه بيقولوا لا نصيب. ترمي نفسك عفة علشان ده مكان شغلي. مكان شغلك وينفع ان انت تروح شهر عسل وتسيبني حامل كده تعبانه في ابنك؟ شهر عسل؟ مش عارف يا بنت. عشان انت حبيبي ابو ابني انا اعرف عنك كل حاجه. نوري من هنا دلوقتي عفة بدل ما تربق الدنيا على دماغك. غوري غوري. ايوه يا محمد. ماشي يا عمر. ايه ليه؟ اصحى في ايه؟ مالك مش على بعضك ليه؟ بلاوي بلاوي بتتحدف على الواحد. ازيك؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ اخبار؟ وحشتي. بلاوي ايه؟ في ايه؟ حد يقول كده هو طالع شهر عسل؟ والخبر نزل على النت. نت ايه وخبر ايه؟ عمر انت مش على بعضك خالص. انا بايظ 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 خربان يا معلم. لا اله الا الله. على اذنك انا عندي عمليه. اه صحيح ده الناس مستنيينك من بدري. ما اسمين مستنيني ليه؟ ما هي صفوه متابعه الحاله. لا ما هي صفوه بقى اجازه. اجازه؟ اجازه ليه؟ يعني تعبانه شويه كده و تعبانة. شكلنا هنحتاج لك قريب. النبي بجد صفوه حامل؟ احنا مش متاكدين يعني بس هي الاعراض بتقول كده. فيعني هنخليها تريح شويه وتعمل التحاليل وانت لما تيجي بقى تبقى تستلمها. يا ده احلى خبر. عجبتك؟ بطل. اه طبعا. وعبالك بصراحه بتفرق معاك جامد جدا ريحه ماتك طبخلك ومحمره واكل بقى وغيزه كتير. بس لسه ايه في يا ماما؟ العمليه يا دكتور. اه صحيح. طب يلا ربنا معاك يا دكتور. اتفضل حبيبي حبيبي. حبيبي ها طمنيني عملتي ايه؟ عملت ايه في ايه؟ رقص ورقصت وغنى وغنيت لعب ولعبت كلام وقلت هو زي الصنم مش عايز يتحرك يا تينا مش عايز يتحرك. طب اهدي اهدي اصل الحاجات دي خشنه ما تتخدش قفش كده. ايه هو انا قلت لك حاولت اغتصبه؟ انا اسفه قوي يا تينا. حبيبتي انا عارفه انا عارفه وحاسه بيكي وحاسه انك متضايقه بسبب ايه؟ عمر مش بيحبني يا تينا بس جات لي بتجيله التليفونات الغريبة. متأكد انه اوعي تقولي كده. عمر تابع بنتي والله وربنا هداه. اه تابع لآخر. طيب قولي لي انتي لابسة كده رايحة على فين؟ رايحة على بازار في شوية حاجات لازم اخلصها قبل السفر. وعمر عارف؟ طمني مش انا اللي اخرج من بيتي من غير ما اقول لجوزي. للأسف اتربيت على كده. انت عارفة يا لمارة كل مادة بتزيد محبتك جوه قلبي وبتزيح القلق اللي كان على صدري من ناحيتك. يا ريت ده اخوكي يمكن محبتي في قلبه تزيد. عن اذنك. غمرات ايه وهباب ايه اللي كنت بتنيلها يا عمر؟ بلا خيبة. عملوا فيك ايه ولاد الكلب دول؟ دول سلفطوك على الاخر. خدوني على اخوانا يا بريزة. خدوني على اخوانا ولاد الكلب. خلوني خلوص ابو شرطه. الهبه راحت يا بريزة. الهبه راحت خالص يا اختي. دول الناس ايديها طايله. ده انا فردت بمعجزه. بس الناس دول مش هيسيبوني ولا هيسيبوكي. طب والعمل؟ انا رايي تكت لك قد شهر شهرين ان شاء الله حتى سنه. اكنت فين يا اخويا؟ هو احنا لينا مطوه تانيه؟ ما انت لو كتيتي هنا هيجيبوكي وساعتها مش هيبقى في معجزه. وديكي زي ما انت شايفه كده خلوصي ما بقاش خلوصي قدامه فتره عشان يرجع تاني. دول قتلوا عم ايوب خانقوه بحبله انا شفته بعيني. الحكومه قلبت الدنيا على الموضوع ده وعايزين يجيبوا كل اي حد ليه علاقه بالموضوع.
يا ملها يا ربي متقفله من كل حته كده ليه؟ انت لازم تسافري لك سفريه بعيده يا باريزه. وده جيبها منين؟ تلاقيش بطاقتك اللي معايا اديتها لواحد حبيبي يطلع لي الجواز وبعد كده يحلها الف حلال. لامار وحشتيني قوي. ازيك يا سلمى؟ ازيك وحشتيني قوي. لا اقول لك بقى انت اللي اوحش، عشان لو كنت جدعه كنت عديتي عليا وشفتيني وسالتي. يا بنتي انا قلت اسيبك غرقانه في العسل شويه. ازيك يا فاضل؟ ايه هو انت مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ لا طبعا. ازاي حضرتك يا استاذه؟ وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي، قصدي كلنا وحشتينا كلنا يعني. بقول لك ايه، ما تيجي تحكي لي بقى عملتي ايه؟ استني شويه بس فاضل. انت عارفه انا نفسي في ايه؟ نفسي في كوبايه تمر هندي من اللي كنت بتجيبه لي زمان. من هنا الاثنين الحقني بيه حالا اهو. بقول لك ايه، اخبار إيه؟ الشغل ايه؟ اهو زي ما انت شايفه، زي حال كل المحلات اللي حوالينا بنش. بس الدنيا بدات تتحرك يعني. هي بتتحرك شويه بس الناس للاسف واقفه مكانها مش عايزه تتحرك خالص، وما بيصدقوا يرغوا في اي كلام فارغ وخلاص. وحشتني زحمه الشارع ده والله. تعالي انت كمان وحشتيني قوي. وحشتنا حاجات كتير يا سلمى، خدنا عليها وخدت عليها. عارفه لما ما تبقيش واخده على نفسك مستغربه روحك، اهو ده بقى حالنا وحال البلد كلها. لامار انت مش مبسوطه مع عمر؟ مش مرتاحه يا سلمى. اتفضلي يا استاذ. طبعا نسيتني انا خالص. ما نسيت نفسي انا كمان، انا لسه سلمى. طب يلا ادخل على جوه يمكن حد يعبرني. حاضر. عارفه يا سلمى احساسه بيا بيطمني، بحس كده انه من دمي. يا حبيبتي انا ما قلتش حاجه، بس ساعه الطبطبه دي بتتفسر غلط خالص. ايه يا سلمى الوضع دلوقتي مختلف؟ انا ست متجوزه ولا نسيتي؟ برضه ما قلتليش ايه اللي مخليكي مش مرتاحه كده. عمر يا سلمى، عمر بقى لغز مش عارفه احله خالص. انا بقيت شبه الوانك يا امي، مخنوقة جوه لوح محبوسة في أوضة مرمية فوق سطوح البيت. أدي حلمك اللي عشتي ترسميه والموت سبقك قبل ما تشوفيه. أدي البنوتة كبرت لبست البلطو الابيض وبقت دكتوره. لسه قلبها عبيط وبيصدق الكذابين. خش يا اختي، عايزك تتكني لك هنا يومين كده لحد ما ادبر لك موضوع السفريه دي. انت ما لقيتش غير الافواه تحشرني وتصيح ويخلصني. على الاقل يا هبله محدش فيهم هيفتن عليكي، ولا الحكومه ولا رجاله نيازي. انا قلبي مقبوط والنبي ما تسيبني. يا بنت هسيبك فين؟ وبعدين احمد ربنا ان احنا حيين، ده احنا كان فرد كعب وننام جنبهم تحت. خلص المصلحه وارجع لك على طول. طب هو انا مش عندي ليك فلوس؟ اديهم لي يا اخويا وانا اخلص نفسي. تخلص نفسك من ايه يا هبله؟ وانت هتسيبي فكرك هيسيبوكي؟ ده انا اول ما يشموا ريحتك هخليكوا تحصلي عم ايوب على طول، ده غير الحكومه كمان. تشوف يا اخويا. ايوه عايزك تعالي كده واسمعي كلام خلوص يا حبيبك. خلص المصلحه ورد على طول وهجيب لك لقمه معايا. يلا سلام. كلاتها ببال منفذة على بعضيها، واحنا يا دوب رايحين جايين جايين رايحين. ما تاكلي حتة اللحمة الحلوة ده. هي الله يرحمك يا عم ايوب.
ومن ساعتها حسيت ان الكلام خلاص وقف في بقي ومش قادره اتكلم ولا فضفض مع حد. انت لاهيه نفسك في اخواتك كالعاده. ما انا لو ما عملتش كده هطق يا مونيكا. تينا انت ليه حابسه نفسك في حكايه خلصت يا حبيبتي؟ ما تحاولي تبتدي حاجه تانية غيرها جديده. انت لسه شابه وجميله وناجحه والف مين يتمنوك يا ماما. سهل يا حبيبتي تتجوزي اللي يتمناكي، لكن صعب تلاقي اللي انت تتمنيه وتحبيه بجد. انا جربت الحب مره ولما جيت اتطلق تعبت قوي، بس من رغم من كل التعب ده كنت شايله جوايا حاجه حلوه. طبعا لحد ما شفتي دكتور غازي. الحقيقه احساسه كان باين في عيني قوي، وكلامه ليا واهتمامه كان في حاجه غريبه لدرجه خليتني احس او انسى يعني فرق السن اللي بيني وبينه. الحب ملوش اي علاقه باللي انت بتقوليه ده. الحب ده قضى، لما بيطب بيتكتب. عندك حق، يظهر ان مكتوب عليا ان اقعد ادور طول عمري على انا مش لاقيها، واول ما الاقيه يتكتب لحد غيري. نصيب. الجميل حابس نفسه ليه؟ أنا ولا أنت؟ أنت اللي حبستني في البيت. مش قفلت الباب بالمفتاح وأخدت الموبايل وبوظت لي تليفون البيت؟ حتى النت فصلته. أنا مش عارفة أنت بتعمل معايا كده ليه؟ أحميك يا روحي من نفسك. ما دام اللعب بقى المكشوف، ممكن تجيب من الآخر وتقولي أنت عايز مني إيه بالظبط؟ والله كلك نظر. مش فاهم. يعني شوفي حريتك تمنها كام وقوليلي. يا خسيس يا بيئة يا واطي، بان على حقيقتك. لا 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 لا، كل كلمة زيادة العداد بيعد. ده حيوان. تتجننتي؟ كمان بتضرب؟ وكسر لك عظمك وخليكي ما تسويش نكلة في سوق النسوان. سامعاني ولا لا؟ تعالي هنا. قومي قومي وادي بقى عينه عشان بعد كده ما تمديش ايدك على غازي. بصيلي هنا. ماني سايبها وماني هسيبه يتهنى بيها. العيون بقت مفتحه علينا والحكومه قلبت الدنيا بعد عمله البيت. ولو والله ما هتركهم لحد اخر طلقه في سلاحي. اخر طلقه ده جربت والفلوس شحت. الرجاله دي لو زهقت يا متعب قولوا علينا السلام. يعني ايش يا دهشود؟ ايش يا شباب؟ ايش؟ احنا طول عمرنا على الخير والشر. ايش اللي صار يا دفاس؟ ايش اللي جد يا سليم؟ اللي جد ان مفيش شغل يا ريس متعب. خلاص ننزل نلم لنا قرشين ونرجع. كيف؟ حركة الاول كانت سهلة والحكومة عميانة، انما الحين قطرنا. كل ده ليه؟
عشان خاطر عيون السنيورة بنت عمك. اخرس والله فرغ سلاح في نفوخك. بدل ما نكتل في بعضينا لازم نلاقي حل. ايش اسوي لكم شغل؟ ما تبون تشتغلون، صبر ما تبون تصبرون، خلاص اتركوني لحالي. انا بقى عندي الحل وفلوسه ياما. في ايه يا فندم؟ جالنا دعوه مهمه جدا من نقابه السكرتيرات. انا مش قلت محدش يخش عليا خالص يا فندم؟ بس دي دعوه مهمه جدا. كلمه ورد غطاء، انا قلت محدش يخش عليا. اتفضلي من قدامي. اوكي اوكي يا فندم. هتكون راحت فين يعني؟ قفلتي التليفون ليه؟ انت جاي تعمل معايا تحقيق ولا جاي عشان تتكلم؟ لا اكيد جاي عشان اتكلم. خلاص اتكلم. ايه الطريقه اللي انت بتتعاملي معايا بيها دي؟ يا ابني ارحمني بقى، وانت كان نفسك تطلع مخبر وتلخص تقول بقين. مخبر وبقين؟ بذمتك دي طريقه تخليني اعرف اقول كلمتين حتى على بعض؟ خلاص ما تزعلش، بهزر بهزر. سما، انت في حد في حياتك؟ طبعا في حد في حياتي. السؤال ده مين بقى وامتى وازاي؟ مش بقولك مخبر. بص يا سيدي، انا في حياتي اخويا عمر واختي تينا وعمو حافظ وكم واحده كده ملهمش لازمه، على كم واحد برضو ملهمش لازمه. والله لا مش ده سؤالي خالص. امال ايه؟ باختصار كده انت مرتبطه بحد؟ وانت مالك؟ لما بعايزه اتقدم لك واخطبك يبقى مالي. ها؟ يبقى مالي. هي نوها تعرف الكلام اللي انت جاي تقوله لي ده؟ ونوها ايه علاقتها بالكلام اللي احنا بنقوله ده؟ لما تبقى بتحبك يبقى اكيد ليها علاقه. ايه؟ بتحبني؟ النبي انت مدريان بحاجه اصلا. اوعى بقى سيبتي منك. استني طيب. انا بقى رايحه فين؟ انا راجع دماغي. استني استني هنا. لا ما خلصناش كلامنا. طب استني بس. استني استني. بقول لك اوعى ايدي. احنا لسه ما اتكلمناش. احسن برضو. راجع دماغ اسرع عيل مقرف. تينا دي صاحبتك اللي جايه تذاكري معاها؟ انت عرفتي ان انا هنا ازاي؟ وكل ده اللي يهمك؟ فاكره نايم على وداني؟ فندم بس انا كنت عايز اقول انت تخرس خالص. انت لو كنت شاب محترم ما كنتش تضحك على بنت في السن ده وتخليها تقابلك من ورانا. يا تينا مش كده طيب، عشان خاطري. خاطرك؟ خاطرك ايه؟ خش ركب العربيه. خش العربيه. والله العظيم حضرتك فاهمه. والله العظيم حضرتك ما ينفع معاك غير كده. كده انت؟ انا مش حد غريب، ما تقلقش. انت عاوز ايه؟ اتفضل انزل. والله يا عيب، والله العظيم الكلام اللي بتقوله ده عيب يا راجل. يا راجل ده احنا حبايب، يعني ستر وغطى على بعضينا. انا سابق وديتك الفلوس دي، لكن لو انت عايز تعملها ابتزاز مستمر انا هيكون لي تصرف تاني. لا انا طلبت منك مبلغ، بعت لي نصه بس وانا فوتها عشان خاطرك، انما تاخد البيت واطلع انا كده بلوشي؟ لا شكلي قدام نفسي بوحش وداري ساعتك، ما تفضلش بكده ولا ايه؟ بيت ايه وبتاعي؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه اساسا. البيت الموزه اللي زي لحظه القشطه، البيت اللي في سن بنتك تقريبا، صح ولا ها؟ اسمع انا ما وريتكش لغايه دلوقتي غير الوش الحلو. وانت ما عندكش غير الوش الحلو، وان شاء الله مش هنشوف غيره، وده عشان خاطر البيت اللي زي القمر وفي حته صغيره قد كده عشان المدام. انت عاوز ايه؟ حق عرب خلو ورجل في الحكايه دي. قلت ايه؟ يا لهوي مين؟ خفيش يا بيت، في ايه بس؟ سلام على اهل السلام. اتاخرت ليه يا خلوص؟ عم سرعة بريزة أختي، ما أنتي شايفة برجل واحدة خلاص، ولاد الكلب خلوني زي العجزة. الله يخرب بيت أبوهم. خدي جايب لك لقمة ببيت. أنا مش عايز أكل، أنا عايز أمشي من هنا. هيحصل سون سون يا أختي، أنا ظبطت لك الموضوع مع الراجل وبإذن الله هتهج قريب. هج أروح فين؟ بلاد الله واسعة يا أختي،
اضربي لك بس انت شقتين الفول دول ومالكيش دعوه بالباقي. هو انا كل ما اسالك سؤال تغزلني وتوهني يخلص لي لحد ما نجيب الجون بعون الله؟ نفسي اعرف بتفكر في ايه يخلص لي. هقول لك، بس انا عايزك تضربي شقتين الفول دول وترزعيني شويه عرقسوس كده لحسن ريقي ناشف، وتصلي على اللي يشفع فيكي. اللهم صل عليك يا نبي. انا في دماغي كده شويه ترتيبات، لو حصلت كل حاجه هتتظبط باذن الله. خلاص انجز يا اخويا وهات من الاخر. انجز يا اختي. ليسن تو مي. عارف يا دكتور؟ ايوه. الجزيره اللي انت رايحها دي فيها مساج عالمي وشويه زيوت بقى، انما ايه؟ ديني ديني احكي لي. تفكك من النيله السوداء اللي انت فيها دي. انا اخترتها لك على الفرازه. انت عارف اكتر حاجه قلقاني انك انت اللي مختارها. بتجاملني بتجاملني. تينا يا حبيبتي كفايه عياط، انا ما استحملش. اعمل ايه يا حبيبتي؟ مش بايدي يا لمار. اول مره عمر يسافر ويسيب. طب ما كنت جيتي معانا وخلاص. معقول هاجي معاكم برضه في شهر العسل؟ انت بتقولي ايه؟ انت عارفه ده مش اخويا، ده ابني. حاضر حبيبتي حاضر. وانت كمان خلي بالك منها. ها طيب مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ هتوحشوني هتوحشوني قوي. يلا يا حبيبي يلا بينا. لما الفين سما يا انتوا فاكرين ان انا هيهون عليا تسافروا من غير ما اسلم عليكم؟ وبعدين يعني ما تصحوني؟ ايه الندله دي؟ مش ممكن، انا اصلا ما كنتش نايمه. انا بستحمل. سمسومه هتوحشني. وانت يا حبيبي هتوحشني يا عروسه. يا حبيبه قلبي بقول لك ايه، في بقى شويه اعشاب هناك، انما ايه دمار شامل. انا بس عايز اسال سؤال. سؤال انت مين بصلاتك عليا؟ يا راجل يا راجل يا راجل، الحق عليا اللي بظبطك بدل كسره نفسك دي. انت بتدمرني يا عمر. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا بقى عشان ما تاخرش. يلا لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنساش العشاء. وانا رايح البيت. العشاء اسماليتين اسماليتين يا اختي. يا اختي اسماليتين اسماليتين يا اختي اسماليتين. يا اختي اتفضلي يا اخواتي. اسف يا اخويا اسف. انا شفتك فين قبل كده؟ اخصى عليك لحقت تنساني؟ ده انا ازعل منك واخد على خاطر. لا لا مش نسيك، انا فاكرك قوي. ايوه انا فاكرك قوي قوي. تعالي تعالي عندك. لا انت ما تجيش، انا عايزه هي. ايه يا هلا ده؟ انا بشبه عليك. انا شفتك فين قبل كده؟ انا؟ انت 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 قصدك اللي كان بيطبل؟ ايوه. لا مش انا مش انا. ايوه صح، التاني كان بيطبل. صح عندك حق، انت بتمطول. صح. بقول لك يا اخويا. نعم. كنا عايزينك كده نفك معاك في كلمتين جوه. لا ما انا هفك معاها هي، خليك انت. الله عايزك تركز معايا كده عشان ايه؟
الموطوة دي بتشتغل لوحدها. لا يا شيخ، هندخل نتكلم كلمتين ونتكل على الله على طول. يلا بينا. كلمة سر، كلمة سر. سر أصل ده كلام سر ما ينفعش أنت تسمعه، عشان أنا وياه نتكلم كلام سر. أنا ليه حاسك أبوسنا كده يا أخويا؟ بقول لك إيه، إحنا نسيبها هنا وندخل وأنت نقول كلمتين سر. لا بس منظرك هيبقى بايخ لو جيت معانا، أنت حر. أنا يلا بينا. هنرقص جوه، هنرقص. يا أختي، يا أختي، يا جمال أمك. ما خلاص بقى يا عم، غني من قلبك أنت. صوتك لحسن نايم. هو مين اللي نايم؟ شش، اللي جوه لحسن يصحى. هو مين اللي يصحى؟ مغاوري مغاوري يا اختي، اسمع لي. طيب يلا بينا يا اخويا. صوتك خليك انت معاه عشان لما يصحى تدينا خبر. هو مين اللي يصحى؟ اوه ده انت غبي. تعال خش بردك لجوه حبيبتي. مش بقول لك الباب ما يسعناش احنا الثلاثه. خلاص ندخل انا وانت يا اخويا. تعالي تعالي. انت هنا بني ادم تاني خالص. انا اول مره احس ان احنا اتجوزنا، اول مره احس بحضنك، اشوف ابتسامتك ماليه وشك. يا لمار، حاسس زي ما يكون رميت حمل كبير قوي ورا ظهري، زي الشقيان. الشقيان اللي اول ما يرجع يترمي على السرير ويروح في النوم قبل ما حتى يغمض عينيه. وأول ما روحت في النوم شفتك، ما شفتش حد غيرك. قولي بحبك يا عمر، نفسي أسمعها منك. بحبك بحبك. قولها تاني وتالت وعاشر. حبيبي معلش، شوف يمكن حد محتاج حاجة ولا حاجة. معلش عادي حي، بس خليكي زي ما انت. بحبك بحبك، ودماغك عاملة كده شوية. انا احبك اروح جاي.